في حلقة اليوم سنتحدث عن يوم الخمسين. أعزائي من جبل الزيتون الذي يطل على المدينة القديمة مدينة أورشليم القدس، أريد أن أتحدث في هذه الحلقة عن موضوع في غاية الأهمية، موضوع الروح القدس، ولاسيما الحدث الكبير حدث في هذه المدينة، أقصد يوم الخمسين، أي الامتلاء من الروح القدس، وابتدأت الكنيسة من هذا المكان. قبل أن أتحدث، أنا موجود على جبل محبب على قلب المسيح، كان يأتي إليه مراراً وتكراراً لكي يصلي ويختلي بالله. من هذا الجبل صعد المسيح إلى السماء، وسوف يرجع أيضاً إلى هذا الجبل كما تقول النبوات. أيضاً من هذا المكان أعطى المسيح المأمورية العظمى، تكونون لي شهود في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. طبعا خلفي في عدة أماكن اللي بتعبر عن إيه اللي صار في هذه المدينة. تستطيع أن ترى وادي قدرون الذي يفصل هذا الجبل عن البلدة القديمة. في أسفل الجبل بستان جتسماني الذي يعني معصرة زيت. في هذا المكان ألقي القبض على المسيح وأخذوا ليحاكم أمام قيافة، والكنيسة هي على جبل صهيون، كنيسة صياح الديك موجودة هناك. إذا بتنظر إلى الأعلى تستطيع أن ترى علية صهيون. في هذا المكان امتلأ التلاميذ من الروح القدس، وطبعا تستطيع أن ترى الأسوار القديمة مع البوابة الشرقية أو الذهبية، تستطيع أن ترى كنيسة القيامة، قبة الصخرة، ومسجد الأقصى. أيضا كل الأماكن في هذه المنطقة تعبر أنه كان في تاريخ عريق للمسيحيين في هذا المكان. كما ذكرت، أريد أن أتحدث عن هذا الموضوع الهام، موضوع الروح القدس، بعد قليل. تابعونا على هذه القناة كل أسبوع لمشاهدة رحلة في سفر أعمال الرسل. هيا بنا لنكتشف المواقع التاريخية التي بشر فيها الرسول بولس، ونكتشف أيضاً أمور عجيبة وقصص رائعة عن الكنيسة الأولى. شاهد هذه الحلقات الخاصة كل أسبوع من حلقات الكنيسة الأولى، رحلة في سفر أعمال الرسل. أنا ماشي فوق أسوار القدس القديمة مدينة أورشليم، هذه الأسوار مشهورة في التاريخ. ولما جاء اليوم الخمسون كانوا مجتمعين كلهم في مكان واحد، فخرج من السماء فجأة دوي كريح عاصفة فملأ البيت الذي كانوا فيه، وظهرت لهم ألسنة كأنها من نار، فانقسمت ووقف على كل واحد منهم لسان، فامتلأوا كلهم من الروح القدس وأخذوا يتكلمون بلغات غير لغتهم على قدر ما منحهم الروح القدس أن ينطقوا. وكان في أورشليم أناس أتقياء من اليهود جاءوا من كل أمة تحت السماء. فلما حدث ذلك الصوت اجتمع الناس وهم في حيرة، لأن كل واحد منهم كان يسمعهم يتكلمون بلغته، فاحتاروا وتعجبوا وقالوا: أما هؤلاء المتكلمون كلهم من الجليل؟ فكيف يسمعهم كل واحد منا بلغة بلده؟
من جبل الزيتون أريد أن أتحدث عن يوم 50 من سفر أعمال الرسل الإصحاح الثاني. جبل الزيتون الجبل اللي صعد منه الرب يسوع إلى السماء، ومن هنا أيضا قال لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم وتكونون لي شهود في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. كان التلاميذ مجتمعين في العلية، في علية صهيون على جبل صهيون بجانب جبل المريا، وهناك تستطيع أن ترى كنيسة صياح الضيق وين أنكر بطرس يسوع، ومن فوق الجبل توجد علية هناك كان التلاميذ مجتمعين. في أسفل الجبل تستطيع أن ترى وادي قدرون، من الجهة الأخرى كنيسة مريم المجدلية، وطبعا الجهة الأخرى البلدة القديمة مع كنيسة القيامة. كانوا اليهود يحتفلون بثلاث أعياد رئيسية ورسمية في السنة: عيد الفصح، عيد الباكورة، وعيد المظال. وعلى كل يهودي أتليست أو على الأقل اللي ساكن في هذه المناطق القريبة إنه يحضر هذه الأعياد. لكن في هذه الأعياد كانت الناس تأتي من كل أنحاء الأرض لتعيد وتفرح في هذا المكان، بكل بساطة لأن العيد ينبغي أن يمارس في منطقة الهيكل. واحدة من الأعياد الرسمية يسمى عيد الخمسين، يوم الخمسين، أو عيد الباكورة، أو عيد الحصاد في بعض الأسماء، وهو يوم الخمسين، 50 يوم من الفصح. ويسمى أيضا عيد الأسابيع، أي 7 أسابيع، ونسميه عيد العنصرة نحن المسيحيين، لأنه في هذا اليوم هو عيد مجيء الروح القدس وولادة الكنيسة المسيحية في هذه البلدة. هذا العيد بذكرنا في شيئين: أولا ذكرى تاريخية. في الذكرى التاريخية منتذكر عندما الله أعطى الناموس لموسى على جبل سيناء. ثم شيء ثاني أساس كتابي، في الفصح عادة يقدم اليهودي أول حزمة من الشعير، لكن في عيد الباكورة أو الغلي يقدم رغيفين من الشعير يعطيه للكاهن، وكان الكاهن يلوح بهذه التقدمة ليشكر الله على البركة وعلى إحسانات الله، وليشكر الله على الغلي والعناية أيضا، ويشكر الله على تسديد الاحتياج. هذا اليوم كان يعتبر يوم راحة وعيد رسمي ينقطع الإنسان فيه عن أي عمل. تستطيع أن تقرأ عن هذا العيد في سفر اللاويين في العهد القديم إصحاح 23 آية 21، أو سفر العدد إصحاح 28 آية 26. مثل ما ذكرت كان يوم عيد يفرحون يعيدون ويسبحون ويهللون أيضا في الشوارع. هذا العيد لم يكن مفاجأة كما ذكر بطرس الرسول، فالنبي القديم النبي يوئيل تنبأ عن هذا اليوم وقال: ويكون بعد ذلك إني أسكب من روح على كل بشر، فيتنبأ بنوكم وبناتكم ويحلم شيوخكم أحلاما. واقتبس هذه الآية بطرس الرسول ليدعم ويبرهن عظته في يوم الخمسين. ثم طبعا يوحنا المعمدان كان معروف جدا في هذه المناطق، مرارا وتكرارا حكى وتكلم عن هذه الحقيقة، قال: أنا أعمدكم بماء، ولكن يأتي من هو أقوى مني الذي لست أهلا أن أحل سيور حذائه، هو سيعمدكم بالروح القدس والنار. ثم طبعا أهم شيء أعزائي، المسيح عندما كان على الأرض، ولسيما في إنجيل يوحنا الإصحاح 14 15 16، وعد بمجيء الروح القدس. وفي إنجيل لوقا قال للتلاميذ: أمكثوا في أورشليم إلى أن تلبسوا قوة من الأعالي. وفي أعمال رسل الإصحاح الأول طلب منهم أنه ينتظروا موعد الآب، وهم يصلون وينتظرون أحبائي جاء الروح القدس في هذا اليوم، في يوم الخمسين. مكتوب في هذا اليوم امتلأ الجميع من الروح القدس وابتدأوا يتكلمون بألسنة أخرى كما أعطاهم الروح أن ينطقوا. سأواصل حديثي بعد قليل. ها
هل تتمتع بقوة الله؟ هل تتمتع بحضور المسيح؟ هل تمتلك سلطان المسيح؟ إن قلب وروحة مدينة أورشليم يتركزان بلا شك في المدينة القديمة، وهي منطقة تعكس 5000 عام من تاريخ البشرية، متركزة في كيلومتر مربع واحد، تغطي المنطقة الأصلية للمستعمرة القديمة في جبال اليهودية، شبكة المدينة القديمة من الأذقة والدرج الضيقة والتي تصبح أحياناً محيرة، وتخفي هذه الشبكة كنز من التراث التاريخي والثقافي والروحي، الأمر الذي يوحي بضرورة استمرار أعمال التنقيب. تتجمع الجهات الأربعة حول جبل الهيكل، ولقد ظل اليهود على مر العصور يعتبرون هذا الموقع موقع روحي هام، وكذلك ظل الحال بالنسبة للمسلمين منذ القرن السابع حينما تم بناء مسجد قبة الصخرة والمسجد الأقصى فوق هذا الجبل. وتوجد في الربع المسيحي كنيسة القبر المقدس الذي يعتقد أنها بنيت في نفس المكان الذي تم فيه الصلاة، وهي تعتبر من أكثر المواقع المسيحية قدسية. يستمر الحجاج الدينيون القادمون من مختلف البلدان في الاحتشاد في المدينة المقدسة، كما يتدفق ملايين البشر عبر بوابات أورشليم كل عام. أعزائي، أواصل الدراسة والحديث عن سفر أعمال الرسل، عن يوم 50 عندما حل الروح القدس وامتلأ التلاميذ بالروح القدس بقوة وحضور الله أيضا. أريد أن أقول في البداية 3 علامات مدهشة حدثت في اختبار يوم 50. أولا، سمعوا صوت كما من هبوب ريح عاصفة. الشيء الثاني، ألسنة من نار استقرت على كل واحد منهم. الشيء الثالث، كانوا يتحدثون بعظائم الله بلغات مختلفة، وبالواقع أن الشعوب المختلفة اللي كانت في مدينة أورشليم سمع كل واحد الكلام عظائم الله بلغته. هذه المعجزة كانت معجزة مدهشة أمام الجميع، ليست غامضة أو غير واضحة، كانت واضحة جدا مثل وضوح الشمس، كانت مدهشة أمام الجميع. شيء ثاني، هذه المعجزة كان بنشوف فيها تحول غير عادي في حياة التلاميذ، من حياة الخوف إلى حياة القوة، من حياة الضعف إلى حياة الجرأة، وإلى سلطان قوة جبارة لا تتقهقر، تقدم ولا تحجم، تمتد إلى الأمام وتأخذ مواقع كثيرة. ثم هذه الشهادة أثرت في نفوس الكثيرين عندما كانوا يشهدون بعد ما امتلأوا من الروح القدس، أثروا بنفوس الآلاف في هذه المدينة. ودعني أقول أحبائي، يوم 50 مرة أخرى هو عيد ميلاد الكنيسة وبدايتها وانطلاقها من هنا من أورشليم. هذه المعجزة بتعبر أيضا عن مصداقية المسيح، عن دعوة المسيح، عن وعود المسيح الأمينة والثمينة لتلاميذه أنها قد تمت، وأن المسيح الذي يتكلم هو حي، واللي أرسل الروح القدس هو صادق وأمين، تم الوعد كما قال المسيح يسوع. إن الامتلاء بالروح القدس أيضا برهن على حضور يسوع في حياة التلاميذ، على سلطان يسوع وعلى عمله من خلال التلاميذ، وأنه مستمر ليعمل ليس فقط من خلال التلاميذ، لأنه كما قال بطرس هذا الموعد لكم ولأولادكم ولكل الذين يأتون عن بعد، يعني حتى هذه الأيام. وفي الأيام الأخيرة سوف تتم الآية إني أسكب روحي على كل بشر فعليا، حتى نرى عجائب ومعجزات وآيات في السماء وعلى الأرض. لكن هذه ابتدأت من يوم 50 وما زالت تعمل في كل مكان، الروح القدس يعمل في كل مكان. أيضا أريد أن أقول أنه ابتدأت فكرة الملكوت تتسع
من نطاق يهودي ضيق إلى أقصى الأرض بواسطة تتويج المسيح الملك على القلب والحياة. ليس ملكوت جغرافي أو أرض أو مكان معين، لكن تتويج المسيح ربا وملكا على الحياة والكيان. وأريد أن أضيف معلومة من الكتاب المقدس طبعا، إنه منشوف تحول من يوم السبت إلى يوم الأحد. المسيح قام في اليوم الأول، وعندما أعطى موهبة أو عطية الروح القدس وامتلأ التلاميذ كان أيضا في اليوم الأول يوم الأحد، فكانوا يجتمعون وطبعا يسبحون الله، وابتدأ الروح القدس يعمل من خلالهم. أي هذا حدث تاريخي في غاية الأهمية. إن الامتلاء بالروح القدس يعتبر فيضان، نهر لا تستطيع أي شيء أن يقف، مثل شلالات نياجرا في كندا. هذا الاختبار عظيم جدا. أصلي من كل قلبي أنه تختبره في حياتك شخصيا. أصلي من كل قلبي أنت يا من تشاهد هذه الحلقة تختبر قوة يوم الخمسين، حضور الله وسلطان الله. اختبار يوم الخمسين مش بس امتلأوا بالروح القدس، كلام عن يسوع والاختبار عن يسوع والشهادة عن يسوع والمعجزات باسم يسوع كان شيء تلقائي وطبيعي جدا، لأنهم امتلأوا بقوة الله، بحضور الله، وبسلطان الله أيضا. أيها اليهود ويا جميع المقيمين في أورشليم، أصغوا إلى كلامي واعملوا هذا. ما هؤلاء سكارى كما تظنون، فنحن بعد في التاسعة صباحاً. وما هذا إلا ما قاله النبي يوئيل، قال الله: في الأيام الأخيرة أفيض من روحي على جميع البشر، فيتنبأ بنوكم وبناتكم، ويرى شبابكم رؤىً، ويحلم شيوخكم أحلاماً، وعلى عبيدي رجالاً ونساءً أفيض من روحي في تلك الأيام، فيتنبؤون كلهم، وأعمل عجائب فوق في السماء، ومعجزات تحت في الأرض، يكون دم ونار ودخان كثيف، وتصير الشمس ظلاماً والقمر دماً قبل أن يجيء اليوم البهي العظيم، يوم الرب، فمن دعا باسم الرب يخلص. أعزائي، حدث في يوم الخمسين اختبار غير عادي. حدث فيضان عظيم جدا، أنهار عظيمة تجري، أو كما قال المسيح تجري من بطنه أنهار ماء حي. هذا هو الاختبار عندما وعد عن مجيء الروح القدس وحصلوا عليه التلاميذ. هذا الاختبار تكلموا بعظائم الله وشهدوا عن نعمة المسيح بكل جرأة وبكل قوة. بالواقع إنه بعد يوم الخمسين وعظ بطرس الرسول، ورسالته كانت سبب لتبكيت الكثيرين، ونخسوا في قلوبهم، وانضموا أعداد غفيرة في هذا اليوم إلى كنيسة المسيح. طبعا لما حدث يوم الخمسين الناس كانت مستغربة من هذا الموضوع، أول مرة بيشوفوا شيء من هذا الموضوع. فطبعا البعض استهزأ والبعض قبل، لكن بطرس وقف على طول في منطقة الهيكل وابتدأ يشرح لهم، مفسرا لهم اللي حدث. نبوة يوئيل تمت، ووعد المسيح وعد بمجيء الروح القدس، وأنه التلاميذ ليسوا سكارى بل مملوئين بقوة الله، بحضور الله، مملوئين بقوة الروح القدس. وتكلم برسالة خلاص. هذه العظة كان محورها صليب المسيح وقيامة المسيح، وأن هذا الشيء تم لتتميم النبوات، وأنه حدث بمشورة الله،
واتكلم بكلام كثير عن الخلاص مما سمعوا ونخسوا في قلوبهم. وركز في هذه العظة بعد يوم الخمسين إنه الخلاص هو فقط بيسوع المسيح. الآية الشهيرة لبطرس في الإصحاح الثاني: توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لغفران الخطايا فتقبلوا عطية الروح القدس، لأن الموعد هو لكم ولأولادكم ولكل الذين على بعد، كل من يدعوه الرب إلهنا. وأريد أن أقول أحبائي، كان الرب يضم كل يوم يضم إلى الكنيسة الذين يخلصون. وهنا ابتدأت فكرة الكنيسة تتوسع بشكل أوسع. وعد المسيح أنه سيبني الكنيسة في متى 16، وأن أبواب الجحيم لن تقوى عليها. والكنيسة ولدت في يوم الخمسين، وبالفعل اجتاحت أبواب الجحيم، بل كسرت بل هزمت أبواب الجحيم بقوة المسيح المقام وبقوة الروح القدس. كان الرب يضم إلى الكنيسة، والكنيسة تعني جماعة المدعوين من الخارج، أي كل من يدعوه الرب إلهنا، جماعة المدعوين اللي الله افتقدهن بنعمته، خلصهن وغفر لهن بواسطة دمه أيضا، وآمنوا توجوا المسيح رب وملك على حياتهن. هذه هي الكنيسة، جماعة المفديين بالدم، جماعة المؤمنين بالرب، الجماعة اللي انفصلوا عن العالم وجاءوا أصبحوا جماعة، أصبحوا مفرزين مخصصين للرب، أصبحوا كنيسة دعوا من الخارج حتى يجتمعوا باسم الرب يسوع المسيح. وهذه الشهادة أثرت في نفوس الجميع، حتى أنهم كان يطلق عليهم شيعة الناصرين أو الطريق أو التلاميذ أو أتباع المسيح، حتى يميزوهن عن جماعات أخرى من اليهود أو من المؤمنين الآخرين. إخوتي وأخواتي، يوم الخمسين حدث بسفر أعمال الرسل، لكن الكتاب المقدس يحث كل المؤمنين امتلئوا من الروح القدس. الروح القدس يعطي قوة على الشهادة، يعطي قوة أنك تعكس جمال المسيح، يعتقوا أنك تعيش حياة النصرة والغلبة. فيضان غير عادي بيحدث بحياتك، حياتك كلها بتعيش لمجد الرب يسوع المسيح، وبتعيش أيضا لامتداد ملكوت المسيح. هذه الحادثة حدثت هنا في أورشليم، وتمت النبوة، امتدت إلى كل أنحاء بل إلى أقصى الأرض بواسطة المسيح وبقوة عمل الروح القدس. أيها الإخوة، دعوني أقول لكم جهاراً، مات أبونا داود ودفن وقبره هنا عندنا إلى هذا اليوم، وكان نبياً فعرف أن الله حلف له يميناً أن من نسله يقيم من يستوي على عرشه، ورأى داود من قبل قيامة المسيح وتكلم عليها فقال: ما تركه الله في عالم الأموات ولا نال من جسده الفساد. فيسوع هذا أقامه الله، ونحن كلنا شهود على ذلك. فلما رفعه الله بيمينه إلى السماء نال من الآب الروح القدس الموعود به فأفاضه علينا، وهذا ما تشاهدون وتسمعون. فداود ما صعد إلى السماء وهو نفسه يقول: قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى أجعل أعداءك موطئا لقدميك. فليعلم بنو إسرائيل كلهم علم اليقين أن الله جعل يسوع هذا الذي صلبتموه أنتم رباً ومسيحاً. فلما سمع الحاضرون هذا الكلام وخزتهم قلوبهم، فقالوا لبطرس وسائر الرسل: ماذا يجب علينا أن نعمل أيها الإخوة؟ فقال لهم بطرس: توبوا وليتعمد كل واحد منكم باسم يسوع المسيح
فتغفر خطاياكم وينعم عليكم بالروح القدس، لأن الوعد لكم ولأولادكم ولجميع البعيدين بقدر ما يدعو منهم الرب إلهنا. وكان بطرس يناشدهم ويعظهم بكلام آخر ويقول: تخلصوا من هذا الجيل الفاسد. فالذين قبلوا كلامه تعمدوا، فانضم في ذلك اليوم نحو 3000 نفس. وكانوا يداومون على الاستماع إلى تعليم الرسل وعلى الحياة المشتركة وكسر الخبز والصلاة. قال يسوع: لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم وتكونون لي شهود. هل تتمتع بقوة الله؟ هل تتمتع بحضور المسيح؟ هل تمتلك سلطان المسيح؟ هل أنت تحيا بحضور الله الدائم المستمر في حياتك؟ إن حضور الله وقوة الروح القدس تساعدك إنك تعيش حياة الغلبة والنصرة. أنا أدعوك إذا أنت عايش حياة عقيمة غير مثمرة، ملوث بالخطية، عايش بالفشل وبالهزيمة، أدعوك في هاي اللحظة افتح قلبك ليسوع المسيح، ادعوه ربا وملكا إلى حياتك. آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص، وعندها سيأتي الروح القدس ليسكن حياتك ويعطيك الغلبة والنصرة. لكن لا ينتهي الاختبار إلى هنا، لكن هذا الملء يتجدد، امتلئ بالروح، تمتلئ حتى تتكلم بكلام الله بمجاهرة، يكون عندك قوة على الشهادة، تعيش حياة النصرة والغلبة على الخطية، وتعيش وتتمتع بالفرح السماوي، وتتمتع أيضا ببركة الله وقوة الله. أصلي من كل قلبي أن الرب يباركك، وأنك تمتلئ من قوة الروح القدس، وأنك تعيش لشخص الرب يسوع المسيح. وعلى فكرة، إذا كنت تحتاج إلى مساعدة روحية، يمكنك أن تتصل بنا أو تكتب لنا حتى أسمع منك. إلى اللقاء، والرب يباركك. في الحلقة القادمة من برنامج رحلة الكنيسة الأولى، سوف نتحدث عن الروح القدس. هل لديك سؤال أو تعليق على حلقة اليوم؟ هل تريد الحصول على مزيد من المعلومات عن الحقائق التي شاهدتها؟ لا تتردد في الاتصال بنا على nour@lfan.com. كما يمكنك الاتصال أيضا تليفونيا على 001-905-335-1534 أو من داخل مصر 012-02-66607 أو من شمال أمريكا 1-800-280-3288 أو على العناوين التالية: